سلامات. بيقول ليو تولستوي إنها العائلة إما أن تصنع إنساناً أو كومة عقد. لما أتأمل بالحاضر بكتشف قدي الماضي فيني بعده حاضر، قدي كل خطوة، كل قرار صغير أو كبير، كل ردة فعل، كل خوف، كل عقدة، كل ما أنا وإنت عليه هو نتيجة طفولة وتربية وظروف عشناها ما اخترناها، فرضت علينا، شكلتنا، أثرت على خياراتنا وقراراتنا بالحياة. لتربى صح كبر صح وواجه الحياة صح، واللي تربى غلط حتماً طلع كومة عقد. كم امرأة تزوجت بحثاً عن صورة أب غاب؟ كم طفل تلخبطت هويته الجنسية بسبب سلطة أم وصورة بي مشوهة؟ كم ردة فعل عملناها ومنعملها كل يوم نتيجة خلل بالتربية ونقص بالعاطفة؟ اللي عم قوله كلنا منعرفه، لكن عم قول لأتذكر كل لحظة أنا وعم ربي ولادي. وذكركن بقول شهير: الآباء يأكلون الحصرم والأبناء يدرسون. الأخطاء اللي عملوها أهلنا معنا عن قصد أو غير قصد، جهل أو معرفة، يا ريت ما نكررها مع أولادنا عن قصد. قولوا الله. من أجرأ الشخصيات الإعلامية بسوريا، اسم مترافق مع النجاح وإثارة الجدل. شو القصة من شادي حلوة؟ منسمعها مباشرة. أهلا وسهلا فيك. شو القصة؟ نورتنا. رح تحكي القصة؟ والله حسب القصص اللي بدكن إياها أكيد. نحن بدنا كل شيء. أنا بدي كل شيء. أنا أخرتك شوي لأنه بالأسلوب المخابراتي منلعب على هيدا الجانب النفسي، من أخر الضيف لنطلع منه اللي بدنا إياه. طيب وأنا جاهز. كنت مطلع بدون تأخير. كنت بتفضل يطلع بلا تأخير. كنت بدي بلش الحلقة بضحكة، هي سمعتها للضحكة، بس بدي بلش بواحد زائد واحد بيساوي اثنين. دخيلها العينين. دخيلها العينتين. ليه هيدي الجملة صارت محط كلام عندك وبتتقصتها لتصير مشهورة ومعروفة؟ هلأ واحد زائد واحد بدأ منذ ثلاث سنين تماماً. رح أحكي باللغة البيضة. إيه لأنه أنت معود على الفصحى. خلينا نحكي بالبيضة، اللهجة البيضاء. من ثلاث سنين بدأ الناس لبعضها بعد انتهاء المرحلة، رح نقول الإعلام الحربي والوجود في الساحة وتمثيل الإعلام الحكومي في مختلف ميادين القطاعات، رح نقول بسوريا. بدأت بهذا البرنامج أولاً لحاجة الشارع السوري لوجود مثل هذه البرامج التي هي خيرية، لكن بالصفة العامة يعني تأخذ طابع المسابقات وشيء، لكن يعني اجتماعي خيري. وكان الهدف يعني إظهار رسائل كثيرة في هذا البرنامج. شو الرسائل؟ هلأ بداية واحد زائد واحد. اليوم أنت كإعلامية، و البعض انتقد الكثير في بداية البرنامج، انتقد موضوع الواحد زائد واحد وأنه ربح ظرف وكذا وإلى آخره. وحتى ببساطة الأسئلة أنه معقولة يعني قاعد عم تسأل واحد زائد واحد؟ هذا هو كان الهدف من البداية، أنه نكون بسيطين مع العالم وبأسلوب الحديث البسيط والأسئلة البسيطة، لغة الشارع، لغة الناس. تماماً. وهذا الشيء اللي صار. دخيل هالعينتين هاي بتجي هيك. أنت لا ليه بدي روح؟ بدي روح على مطرح تاني. بعرف أنه شادي حلوة معتد بنفسه، معجب بنفسه، بيطلع بالمراية، بتغزل بنفسه. بتطلع بحالك بتقول دخيل هالعينتين؟ والله مو بس العينتين. هلا دخيل العينتين هي بتنقل على دخيله الله. لا 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 لك شيء. اول شيء يعني ثقه بالنفس حلوه، الحمد لله رب العالمين. دائما لازم يكون الانسان عم بيعمل ابديت لحاله بكل شيء، بشغله، بتصرفاته، بحياته الاجتماعيه، بحياته العائليه. الجمود والركود صعب كتير، وللاسف هذا الشيء اللي خلى
الإعلامي السوري ما يتطور، الإعلامي السوري وليس الإعلامي. يعني شوفي الحديث عم بجر حديث، الناس لبعضها ثلاث سنوات عمره، هلأ برمضان القادم رح يكون الموسم السابع، لربما قد يكون الأخير، لا نخرج بفكرة جديدة، يعني أنه نعمل الأبديت والتجديد للتجدد. دخيل هالعينتين هي أنا بقولها بالبرنامج للنساء كبار السن، للمسنات، لمن لديهم أمراض، يعني الهدف هو رفع معنوياته، للطبطب على دخيل العينتين، دخيل هالعينتين. وفي كتير يعني في ناس بقولوا يا أخي كيف أنت هيك عم تحكي مع كبار السن بهذا الموضوع. أنا بتخيل أمي، بتخيل امرأة مسنة، قد تكون امرأة فقدت طفلة، أخوها، حدا من أولادها. طب رجعني لشادي اللي بيطلع بالمراية، شو بيقول لحاله؟ حسب أوقات بدي هيك هلأ بهالجلسة نطلع من الكرافات والبدلة الحلوة، هيك يعني نكون أبسط، بدي هيك أكتر أتعرف عليك من جوا، شو بتقول لحالك لما تطلع على المراية؟ هلا أنا يعني ما كثير إنه بتطلع على المراية الحقيقة، لأنه أنا بعتبر حياتي كلها أمامي مراية وبشوف فيها حالي بكل تصرف. أما رح نقول إنه المراية الحقيقية هو عملي، أنا هلا ما عم بتصنع صدقيني ولا شيء. فالهدف من الناس لبعضها هو تشوف الوجه الآخر لشادي، تتعرف العالم على شادي بطبيعته، كيف بيتعامل مع الناس، كيف بيشوفوه بالشارع. الناس كتير بتسألني هل أنت بتكون منسق الحالات لحتى تصور معهم؟ أنا بقولك أنه أكثر من 95% بالتحديد داخل مدينة حلب بيكون كله بالصدفة. أما لما نحن بنطلع برا المدن السورية، برا حلب عفوا، باتجاه المدن السورية، قد يكون هناك تنسيق لبعض الحالات، لكن أنا بحب يكون كل شيء على الفترة. وهذا الشيء اللي خلى الانتشار للبرنامج الحمد لله رب العالمين على مستوى الوطن العربي، بل أكثر من ذلك، وما يخرج من القلب يصل إلى القلب فورا، ما بيكون فيه هون. هيدا مرحلة شادي حلوة، الإعلام اللي مع قضايا الناس، اللي مع أوجاع الناس، عم ينقل نبض الشارع خلف الأبواب المغلقة، كل هيدا الأمور. والمراية بدي أرجع لمرحلة قبل، لا المراية لألي، يعني أنت عم تقولي وقت بتوقف قدام المراية شو بتقول؟ أنا بقلك بوقف مرايتي هي الشارع. نعم، بدي أروح للمرحلة اللي قبل شادي حلوة، الإعلام مراسل الحربة، شادي حلوة المحسوب سياسياً، يحتار البعض بتصنيف شادي حلوة، هل هو بوق؟ هل هو شبيح؟ عذرني على لا أكيد يعني العبارات اللي بنسمعها على السوشيال ميديا، هذه مصطلحات خرجت صحيح؟ أي هيدي مصطلحات وحضرتك أكيد تقراها على السوشيال ميديا. أنت مين؟ أنت شو شادي حلوة؟ كل ما هنالك أنا، وأعوذ بالله من كلمة أنا، شادي حلوة إعلامي سوري وحب للوطن. هلأ التسميات اللي بتنقال شبيح بالطرف الآخر بيقولوا أو كذا وإلى آخره، بوق، بوق لشو؟ عندك حرية أنك لا. تحكي يعني يعني بلسان حال عم تقول مراي، مراي يعني نحكي بقدر كل شيء. بقدر بقلك إذا بتعملي سيرش وبتشوفي شو حاكي من أكثر من 10 سنين وعبر التلفزيون الدولة، عبر التلفزيون الحكومي، أكيد ما بتقولي هذا بوق. يعني اليوم لما أنت بتوجهي كإعلامي سوري بتوجهي النقد، ونقد لاذع للحكومة وللوزراء ولكل شيء بمحطة حكومية، فوين صفى البوق ووين صفى يعني التشبيح؟ كنت محارب ولم تكن فقط إعلامي موضوع. لكن هلأ أنا موضوع الإعلام الحربي بعده مرحلة مهمة جدا بحياتي الإعلامية، صنعت نجوميتك هيدي المرحلة طبعا. أكيد أكيد. اليوم مثل ما قدم لي التلفزيون السوري أنا قدمت له ولي شرف هذا الشيء. هاي النجومية كلفتني، كادت أن تكلفني حياتي في الكثير من المفاصل. فاليوم في عنا قضية، برجع بقلك أنه ما هو الموضوع التباهي وكذا، اليوم وطنك أنت، اليوم لما لا سمح الله بيصير حرب عندك في لبنان بدك تكوني شو؟
مع وطني. طيب مع بلدي. بيقولوا لك بوق، بيقولوا لك شبيحة، بيقولوا لك قابضة، ليه عم تطلعي؟ عم تطلعي بتدافعي عن وطنك، عن دولتك، عن كيان المدن السورية والمحافظات السورية. بس بدي أرجع، عم تعطيني حضرتك يعني شادي، عم تعطيني مثل لبنان. حتى اليوم بلبنان يعني الفكرة الوطنية فيها وجهة نظر، الدفاع عن الوطن يعني أيضا وجهة نظر. لألك شيء، لألك شيء، هذا العلم، هالإسوارة، أنا ما اليوم لبسته، أنا من أول يوم حرب وأتحدى حدا يطلع فيديو هاي الإسوارة، العلم السوري ما موجودة في إيدي. انتمائي لوطني، انتمائي لقائد وطني، وإلي الشرف أكيد. يعني اليوم أنا عم بحكي آراء سياسية، لكن الوطن والجيش وقائد الوطن، هدول أنا بالنسبة لي عندي خط أحمر. ما تبقى أنا بتحاور أنا وأنت وكل من لديه آراء سياسية وكل من لديه آراء بالنقاش وإلى آخره، بالفساد، بكل شيء. اليوم النقد، برجع بقول لك، النقد للحكومة والأداء الحكومي، الحكومة هي أداة من أدوات الدولة. أنا اليوم لما بهاجم الفساد، بهاجم عنصر الفساد في الحكومة، بس أنا ما بهاجم الدولة بكيانة. الحكومة هي جزء من الدولة. يعني أنت بتهاجم الفساد لمصلحة الدولة؟ طبعا لمصلحة وطني. نعم أكيد، يعني الدولة آخر شيء هي الوطن. نعم. الدولة هي رمز للوطن. نعطيت ملفات تسرب لإلك الإعلاميين، يسرب لإلهم ملفات ليهاجموا، في شيء تم تسريبه لحتى نقدر نحن نكشف الفساد، بدي يكون عندي ملف. هلأ في شيء تم تسريبه، في شيء نحن اشتغلنا عليه، وهذا ما معروف بعلم الصحافة كله، الصحافة الاستقصائية. كم مرة كنت هدف للمسلحين وكده اتفقت حياتك؟ قلت لي من شوي لدي، أنا برجع بقول لك يعني مرحلة الإعلام الحربي أنا طويتها تماما بحياتي. وبدأت مو يعني أبدا أنه أنا ما بفتخر بهذه المرحلة. قلت لك هاي المرحلة أنا إلى اليوم أفتخر، وحتى الله ياخد أمانته. بفتخر بالإعلام الحربي اللي أنا اشتغلته والحمد لله، والذي كان رقم واحد. مو أنا بشهادتي برجع بقلك، بس بدنا نستذكر شوي. يعني أنت تعرضت للخمس إصابات محاولة. أنا الإعلام السوري. خمس إصابات وين؟ أول شيء أنا مرة واحدة أو لا؟ لا لا، متعددة. نعم. متعددة. أول شيء أنا الإعلام السوري الوحيد اللي انحط له عبوة ناسفة بعد ما خلصت حلقتي وتفجرت فينا العبوة. طبعا هون تفجير نادي الضباط، إصابات بالتغطيات الميدانية يعني، وحادث سير كنت طالع على ريف الرقة من هون لهون، بتشوفي هذا هيدا هو السبب لحتى نعم. حاجبك ايوه تمام، بفكروا انه لا بعمل تجميل ولا قولوا لي حط له مع لا خلص، هذا في عندي انا هون صار في شق صحيح واضح بالوجه تماما، وطلع العظم لبرا والحمد لله رب العالمين. يعني الله كتب لنا النجاة. وامام من فقد عضو من أعضائه، إيده ولا رجله، أمام من استشهد ابنه، نحن ولا شيء للأمانة. طب شادي، في يعني تفجير توثق انت يعني وانتشر هذا الفيديو وتبنته المعارضة اللي هي السورية، كتائب أبو لا كتائب أبو عمارة، هي تنظيم إرهابي. لا هو نشر على مواقع المعارضة أيضا. صحيح. هذا الفيديو مين صوره؟ هم. ولكن أنت أيضا كنت تنشر أمور تتبناها المعارضة، ليه كنت أنت تنشر يعني تفجير ما شغلة من هون؟ ليه كنت تقصد تنشر اليوم أو كتير تصور وتوثق وتنشر؟ صحيح، وعلمان أنه أنا بتمنتج كمان بنشر وبيغدو المعارضة. طب ليه؟ فهذا أي مشان نعرفه هون، هون مكمن القوة، جزء من الحرب واحد، واثنين أنت كمعارضة أو ما يسمى بالمعارضة، أنا هدول مالون على بالمعارضة. شو بتسميهم؟ هلا حسب، في عندك تنظيمات المسلحة الإرهابية الدنيا كلهم، أنا بحترم، أنا من يعارض ويحب الوطن أكيد بحترمه، يعني هدول ما فيك تسميهم أنت معارضة. مين بيشيل سلاح بوجهك بتسميه معارض؟ أنا هلا رح أقول لك شيء، يعني أنت اليوم عم نشوف بفرنسا بأمريكا أي حدا مسلح يشيل بالشوارع الأمريكية أو بباريس أو أي دولة عربية هلا يشيل سلاح ويبلش يضرب العالم، هذا بتسميه معارض؟ مش مخرب؟ مش إرهابي؟ هذا الفرق.
فإذا أنت كنت تصور وتمنتج وتنزل الفيديوهات وتنشر وتاخدها يعني ياخدوها الجهة الثانية اللي بتسميهم مسلحين حتى للمنتج. مش أنا بس يعني أنا اليوم أصور ومنتج وأعطي التلفزيون السوري في الاستعراض بهدف لا مش استعراض يعني هو الحصرية يعني اليوم أنا لما عم بقول إنه الجيش طهر المنطقة الفلانية وسيطر عليها عم بينعرض هذا الشيء عبر التلفزيون السوري مش شادي اللي عم بيعرضه بس أنا شادي حلوة ملك الترندات ملك الترند ملك الترند بشو؟ ما بعرف يعني بكل شيء أنت اسم أنت اسم مرتبط بالترند ليش برأيك؟ بتقول ما بعرف عم بسألك لا أنا هلأ أنت كإعلامية أنا بدي أسألك ليش أنه مرتبط اسمي بالترند؟ مثير للجدل ليش مثير مواقفك تغطياتك بالحرب ضحكتك طيب. اسلوبك جرأتك اوكي كل هيدول جوابتي. مجموعين يا مرحبا انا بقلك شيء انا بفتخر اليوم باي شيء قدمته سواء كان ناجح ام غير ناجح اول شيء من لا يخطئ لا يعمل من يعمل يخطئ من لا يعمل لا يخطئ من صحيح. يعمل يخطئ صح اليوم أي فعل أنت بتعمليه بيكون له ردة فعل إيجابية وبيكون ردة فعل سلبي يعني أي نعم. شيء قدمته ممكن بالطرف المؤيد يكون واو وممكن يكون بالطرف المعارض لا وهذا المطلوب يعني أنت اليوم رابعة زيات بتأخذ رضا كل المتابعين كإعلامي لا أكيد لا إرضاء الناس غير في ناس بتهاجمك وفي ناس بتأيدك في كثير بس كتير بشع يقولوا منو هاي رابعة زيات بعد كل هالعمر الإعلامي فهمت علي كيف؟ يعني أنا اليوم عمري بالتلفزيون حدا بيقول مين هو هيدا شادي حلوة أعتذر على التعبير أنا هذا الشيء مؤخرا أوكي هلأ لا ما بعرف أكيد أنا عم ردها بس لا حقك أنا لما طلعت خارج سوريا يعني أنا لما بجي على لبنان العراق تفاجأت بالشعبية الموجودة هناك في دول الخليج حتى يعني الجزائر هدول أنا رحت لهم كلهم تفاجأت بالشعبية والانتشار الموجود بسبب الواحد زائد واحد بسبب الواحد زائد واحد وليس طبعا. بسبب الحرب لا لا السورية ما في حدا بيختص يعني هلأ ممكن تلاقي جزء أو شريحة من الشعب اللبناني مهتم بالحرب السورية جزء من الشريحة من الشعب العراقي مهتم وليس بالحرب وليس كل الناس أكيد أما الموضوع الاجتماعي والإنساني كل أدياننا بنيت على الإنسان نعم بس أشادي يعني قصة ترند قلت أنت أو بتقول ترند هو اللي لزق بيلزق فيه يعني مش أنا اللي بلحقه أنت قلت أنا قلت بخلال الإعداد أنا مع ديانا لا في فرق بالاتصال في فرق أنه أنت بتلحق الترند أكيد لا نحن بنعمل إعداد مباشر ما بنروح على جوجل في فرق بين أنت تلحق الترند وبين تقدمي شيء يكون الترند راقد وراء ليه بيركض وراك الترند؟ مش وراي وراء المحتوى الذي يقدم هون جينا على الأبديت طب هيدا المحتوى مقصود يكون ترند؟ طبعا ليه؟ أساساً إذا ما طلع أنا في إحدى الحلقات بالناس لبعضها واحد بحلب سجلت معه قال لي شوف ما بدي لخم بخم يعني عم بحكي هو محسب انه جاي احكي معه بموضوع خدمي عبر التلفزيون فقلت له حجي طول بالك قال لا انتو كذا قلت له نحن مسابقات انا قال لي انا مالي بحاجة قلت له طيب اوكي فيك تربح وانت بتاخدها بتوزعها فسألته عطيته ربح اخد الظرف قال يعني هلا هي قلت له هي مصاري انت فرقها وناقشته دينيا يعني بطريقة هيك لبقة طيب أنا كان فيني البرنامج تسجيل كان فيني شيل كل الحالة وحط على طرف لا أنا منتجتها ونزلتها وكمان أخذوها أعداء شادي حلوة إنه شادي حلوة طيب عم يا حبيبات يعتش على ليش شادي حلوة نزلها ليش أول شيء لحتى أنا ورجي كل النقاط وكل شيء بيصير معي أنا بخلال التصوير يكون المواطن شريك ولحتى تصير أنت بتفرجي كل النقاط شادي معقول الصورة اللي عم نشوفها بكل شيء لا أنا هلأ حاليا ما عم بشتغل غير لا لك شيء هلأ ممكن تقولي شادي حلوة شو عم بيقدم أنا بقول لك أنه شادي حلوة الآن هو مدير محطة إذاعية اسمها صدق فان صحيح ولدي برنامجي الناس لبعضها اللي هو هلأ رح نصور الموسم السابع في رمضان
لاقي كل شيء. صدقيني أنا كتير مواقف يعني والمعدة ذكرتني فيها أنا نسيانة. مين أقوى؟ بدي أرجع للمراسل الحربي. أنت كأنه شادي، اسمح لي هيك عم نحكي شوي نفس علم نفس، كأنك ما بدك هيك، بدك تلغي هيدي المرحلة، مرحلة شادي المراسل الحربي اللي كان مثير للجدل بشكل كتير كبير، المتهور إلى آخره، لا الإنسان يعني صوب الحمل أكتر، يعني الإنسان الوديع المسالم لا وهيدا أكيد موجود بشخصيتك، أنا لا أتهم، بس بدي أرجع لهيديك المرحلة. مين كان أقوى، أنت ولا حسين مرتضى بهيديك الفترة؟ هلأ ما فيكي تقارني. أول شيء الأخ حسين بوجه له تحية عبر برنامجك، كان ضيفنا كمان. حسين مرتضى أول شيء هو يمثل وسيلة إعلام غير سورية، نعم، لما كان موجود على الأرض، صح. بعدين اشتغل بالإخبارية، بس حسين مرتضى كان يمثل إعلام محدد وعم بيجي هو من غير الجنسية السورية وبيغطي الحرب السورية. نفسك ببلدك أكيد لي شرف يعني بملعبك. لا بملعب يسمح لي يعني الكل يعترف وبدون تردد إنه بالملعب الحربي الحمد لله كنا وما زلنا رقم واحد. مين كنا؟ ليه حكيتنا بلغة الجمع؟ ما بحب أحكي بالأنا. لا لحظة. الكل يعترف، الكل يعترف أنه هذا كلام شادي حلوة، الكل يعترف وبشهادة الجميع أنه شادي حلوة كان ولا يزال الرقم واحد، صح؟ أنت هيك هيدا اللي بدك تقوله. لا أنا ما بقول، الناس بتقول والله. أنا الناس كتير بتقول كتير بشعة أقول عن حالي. صرت لعندي بطلت تقول أنا صرت عم تحكيني بالهوى لا والله بس والجمع ما حلوة تقولي أنت الرقم واحد، خلي الأرقام والمشاهدات والإحصائيات والعالم هن يحكوا عن شغلنا. والله كتير بشعة أقول أنا رقم واحد. ليش؟ هل شادي في حلوة؟ كل زملاء يعني في زملاء كتير بعتز فيهم وبحترمهم يعني وقدموا شغل كتير حلو. بدي جواب واضح، هل شادي حلوة اليوم هو الإعلامي رقم واحد في سوريا؟ هلا أنتوا بدكم هذا هي الإجابة لتحطوها نعم بعنوان ترند. صحيح تماما، جاوبني. أنا أقول لست رقم واحد ولن أكون رقم واحد، والرقم واحد هو عمل الإعلامي على الأرض وما يقدم. هل أنت رقم اثنين؟ هلا بجي بقلك. لا هلا بجي بقلك هلا غير رقم واحد، أنا بيجي بقلك بقى، هل أنت الإعلامي الأكثر متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي؟ بقلك نعم، ولي الشرف أنا الإعلامي السوري الأول في سوريا بعدد المتابعين على صفحات التواصل. لماذا؟ ما بعرف. أي وسيلة تحديداً؟ أنا على وسائل التواصل الفيسبوك. يعني أنا حسابي الشخصي عندي 1.5 مليون متابع، عندي صفحتي الرسمية 1,600,000 متابع، عندي قناتي على اليوتيوب 280,000 مشترك الحمد لله رب العالمين. تيك توك؟ لا تيك توك والله عندي ما بعرف مين، في شركة عم تتابع لي إياها. أنا ما بطلع لايفات على التيك توك قليل كتير. ليه؟ موضوع تشغله بيعملوا مصاري كتير. بيعمل إن شاء الله بستين جهنم المصاري شو يعني. اسمحي لي أنا أقلك شيء، في مبدأ هلأ رابعة بتطلع تحديات على التيك توك. لا. طيب ليه ما عم تطلعي جولات؟ ليكني خل أنا بطلع ما معك بطلع قبلان. ما بطلع بطلع أنا وأنت قبلان. ولو وصلنا لمرحلة بمع احترامي لبعض الفنانين، ما شفت إعلاميين عم بيطلعوا للأمانة، شفت فنانين فقط فقدوا هيبتهم. ولو بل أكثر. مين هيك الفنان اللي بتعتب بتقول فقد احترام؟ ما رح أذكر ولا اسم الله يخليك، ما بدي أدخل يعني مين الفنان. أنا مرة انتقدت، مرة مرتين انتقدت فنانين عملوا لي مشاكل عليها. هلأ وصلت انتقدت مرة الفنان عباس النوري. عباس النوري نعم، بوجه له كل التحية، بحبك من جوا قلبي، وكان نقد لكيف يعني كان نقد يعني بخصوص أنه ما وقته. بس شو هالحمل يعني يعني عم تشلحه وبتلبسه للحمل؟ لك والله لا عم بشلحه. لا 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 حلو. بس خلينا انا هلا بهالوقت عن جد انا بحب كون انا بالاساس والله مسالم ومالي عدائي. خلينا نحكي الامور. الحرب
بدها رجاله، الاجتماعي بده رجاله، الانسانيه بدها رجاله، هيك بس. بس انت شخص شادي مؤثر. رابعه جاهزه لتطلع معي تحدي على التيك توك؟ لا. اذا انت بتطلعي انا بطلع. لا. خلص أوكي. لا لا، ولكن اللي بدي اسالك هي انت اليوم شخص مؤثر ومن اكثر الاعلاميين عم تقول لي رقم واحد بالتاثير على وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. اليوم بيكون عنا أنا وأنت فنانين منشوفهم بعين كبيرة بيطلعوا على تيك توك، هناك فنانون نزعل. سقطوا من أعين المتابعين للأسف باحترامهم، مش بسبب الضائقة اليوم سوريا عم بتعاني من وضع ولو من فنانين ممثلين، يعني ما في حدا ما عم بيشتغل الله يرزقه، ما في حدا ما عم بيعمل له دور دورين بقلب سوريا، يعني طبعا بالدراما العربية المشتركة بيطلعوا، ولكن بقلب سوريا شوي الظروف يمكن أصعب. ما حدا بيموت من الجوع، ما هي الضائقة موجودة على الكل، على الإعلاميين والفنانين أنت عايش بضائقة؟ الحمد لله، ضائقة الحمد لله. الشكوى لغير الله مذلة. ليش زحت كل الإعلاميين بحلب؟ يعني ليه ولا حدا قدر يبين غير شادي حلوة؟ هل صحيح أنه حرام للأمانة في أسماء، يعني كل واحد على قد فراشه بيمد رجله، يعني كيف يعني على قد فراشه؟ يعني على قد الإمكانيات تبعهم قدروا يشتغلوا. في كتير ناس عندهم فراشهم يعني كبير بس ما قدروا يوصلوا. نحن عنا مشكلة، لقلك شغلة، عنا مشكلة في الإعلام السوري أو في الإعلاميين السوريين. شو هي؟ ما حدا عم بيشتغل على تطوير ذاته وأدائه. ليه؟ ما بعرف، بدك تسأليهم لألهم، بدك تسأل القائمين على المؤسسة الإعلامية. بس هون عم تتهم إنه في أشخاص ما عم يشتغلوا على تطوير ذاتهم. طبعاً وصل لمرحلة أنا لما بكون قارئ نشرة أخبار أو لما بكون مقدم برنامج، طيب أنت قدي على عدد برنامجك حلقاته هلأ قبل ما نبدأ بتسجيل؟ شو قلتي؟ 100 ويمكن اليوم 163. ليش لهلأ مستمرة رابعة؟ في تعب، في جهد بس كبير. خلص وصلت فكرة، هاي الإجابة اللي بدي أقلك عليها، إنه ما بيتعب ما بيحصل على شيء او نتيجه تعبه. انت عم تقولي 165 يعني انا مستمره حلقة. لانه في تعب مجهود شخصي. ما بيتعب ما بيحصل على شيء او نتيجه تعبه. انت عم تقولي 165 يعني انا مستمره لانه في تعب مجهود شخصي. ما بتجي المؤسسه بتقلي اعملي المجهود، المؤسسه بتشوف النتيجه. انا شو قلت لك؟ قلت لك نحن على تطوير الذات. نعم. ليس لدينا افكار من قبل ليش الاعلامي السوري لما بيطلع لبرا بينشهر؟ اي ليه؟ ليه برايك؟ بس هيدا معناتها ما في محفزات بيشتغل على حاله. لا 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 لك شيء. طيب انا حدا ما طلع اشتغل باي وسيله اعلاميه خارجيه. انا ما اشتغلت باي وسيله اعلاميه خارجيه، طيب ليش انشهرت؟ ليه رفضت عرض الجزيره؟ لا هلا مو بس يعني انا ما بحب سمي، انا بحب سمي. خلص قلت لك هيك بنحب نسمي بمحرل الاشياء باسماء. بمرحله الحرب طويناها، اليوم كانت اي وسيله ضد فكر الدولة السورية وضد سوريا عرضت مو بس على شادي حلوة، على كثير من الإعلاميين سواء كان الجزيرة وغير الجزيرة، وشاهدنا بعض الزملاء الموجودين. ليه وقتها؟ ليه؟ ليه شو؟ ليش رفضت؟ ليه نعرض على؟ أكيد بده ينعرض مو بس على شادي، يعني أنت اليوم كنا في مرحلة الحرب أي حدا بيجي إسكاتك يعني؟ أو بهدف تحويل رأيك السياسي بهدف شرائك واسكاتك طبعا. ما اغراك المال، المناصب، الشهره؟ هدول بيكونوا مؤقتين، بيشتروكي لفتره وبيكبوكي. ليه؟ اف بس في كتير ناس ما كبون. لا في كتير لا ناس، لا في ناس كتير اخذوا مناصب وبقيوا. في كتير ناس انشرت وهلا عم تنكب بكل الاعلام العربي. لا. ما رح اذكر اسماء، لكن في زملاء انشروا في قنواتهم تسكرت اساسا للاسف. انا في منهم اعلاميين انا بعرف، في منهم كانوا في قنوات سكرت. في قنوات سكرت؟ اي طبعا، مثل قناه اورينت. ليه سكرت اورينت؟ والله بدك تسالي صاحبه. ما بني على باطل فهو باطل، علما انه في اعلاميين انا في منهم كانوا معي بالجامعه باورينت، اي وفي منهم انسجنوا. ليه رفضت تغطي الحرب باوكرانيا شادي؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله.
قلت لك صفحة الحرب أنا طويتها نهائي. أنا بالنسبة لي كإعلامي حربي عندما تحررت حلب والمناطق التي عملت بها خلص. كأنك صرت تخاف من الحرب؟ مو خوف والله، الاندفاع اللي كان قبل هلأ ما بقى فيه، صار باتجاه آخر. انقلبت شخصيتك كأنه هيدا الإنسان تعبت. شو اللي تعبك؟ تعبت جسديا ونفسيا أنا حدا أول شيء بدي أقولك أنه أنا عائلتي يعني عندي مرة وثلاث بنات، الله يخليهم، ومرتي وبنتي لونا يعني بعشقوكي. وهلأ بس خلص بدك تسجلها، تحياتي لكم فيديو لأنه كتير بيحبوكي تكرم عينهم، وهنن كتير. لما شفتي قدي صرنا عم ننسق للحلقة وتأخرنا، ومرتي بتقولي يا شادي عيب كل شيء لرابع كل شيء لكنا. السؤال هلأ هيك استطرادا، أنت ليه بتهرب من المقابلات؟ هيدي ثالث مقابلة بتعملها بحياتك. والله مو قصة بهرب، في عندي شعار بطبقه بحياتي، كثرة الظهور تكثر الظهور. بس تظهر كتير إعلاميا بنكسر الظهر، فالظهور إعلاميا يجب أن يكون مدروس، خاصة أنا بكون أبديت دائما مع جمهوري عبر حساباتي الشخصية على الفيسبوك وباقي وسائل التواصل. يعني بطلع بحطهم بصورة أنا سافرت على العراق، سافرت على الكويت، سافرت على السعودية. يعني شو الفائدة؟ غايبين العائلة عن وسائل التواصل الاجتماعي عن لا الظهور. بنزل أوقيتا صوري أنا وبناتي. زوجتك يعني ما هي ما بتحب والله هي ولا أنت؟ لا لا هي وأنا. أنت رجل شرقي؟ لا ما قصت رجل شرقي، لقلك شغلي أنا بخاف عليهم. ليه؟ بتعرفي يعني هلا كنا عم نحكي كم مرة تعرضنا لل يعني نعم. أنا بالنسبة لي مرتي قضت كتير معي للأمانة يعني الرعبات والتهديدات وكل شيء، بس هي برجع بقلك حقبي خلص أنا طويتها ما بحب أحكي عنها، لأنه اليوم اللي اشتغلته كان بقرار مني بمرحلة معينة. أنا لا 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 من البداية من البداية كان قراري واضح وصريح، أنا بدي أكمل حتى النهاية، لا رح أسافر ولا رح أبعت مرتي وبناتي لبرا، ولسه ما كان عندي غير عندي بنت وحدة في بداية الحرب، ولا رح أطلع وأستقر برا ولا أبدا أبدا أبدا، علما أنه أنا عندي إقامة بدولة الإمارات من 2014. نعم. وما بطلع. إقامة ذهبية عندك؟ إقامة ذهبية نعم موجودة. سعيت لها؟ لا. اجتك هيك على طبق من فضة؟ ما قليك لقلك شغلي أنا هذا الموضوع يعني هلأ ممكن تقولي طب أنت ليه مالك قايل أنه عندك إقامة ذهبية؟ طب وين 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 لذة الخبر؟ وين الترند بالموضوع؟ قليل إذا أنت عم تقولي أنا بلحق الترند، شو الترند؟ لا بطل ترند اليوم لأنه هذه صار ميزة. كثير من الفنانين. أول شيء لقلك شيء أنا صار تقربت من أخوتنا الإماراتيين في منذ البدء كارثة الزلزال، وعمل كهلال أحمر وفارس نعم. شهم اثنين في سوريا لا تقديم الخدمات الإنسانية للمتضررين من الزلزال، وحتى الآن الحمد لله رب العالمين علاقتي معهم جدا محترمة وقوية جدا، واشتغلنا بالعمل الإنساني سوا وأدي الشرف. هذا الموضوع هن يعني هذه الميزة انحطت أنه لحدا عنده إبداع، حدا بجوز فنان مخرج أو كذا إلى آخره، أنه هذا لازم يكون مدلل عنده إقامة 10 سنوات وكذا إلى آخره. نعم. اليوم الشكر أنا أطلع أقول أنه أنا أشكر دولة الإمارات على لا هدي شوي مو هيك. وين الغلط؟ مو هيك مو هيك ما كيف ما تشكرها؟ يعني دولة عم تعطيك امتيازات بعملي يعني دولة عم تعطيك أنا بالنسبة لي قلت شكراً لألك شيء يعني بالتغطيات قلت لهم عيال زايد زادكم الله تواضعاً خلص إنسان بيعمله بتغطيته هو اللي بيقدم الشكر بس إذا شكرت أو إذا طلع فنان شكر وين المشكل؟ في مشكل؟ لا وصلت لمرحلة إنه يعني تشكري دولة شيء وتشكري أشخاص شيء يعني أنا بقول لهم مثلاً بطلع بقول أنا بشكر يعني ما فهمت فسر لك لا يعني بتشكر الشيخ سمو حاكم دبي على منحي الإقامة الذهبية عفواً سوري بس يعني هو أعطاك إياها أنت فهمتيني كيف يعني وصلنا يعني الأوجب أنه نشكر الدولة طبعاً. وليس الأشخاص طبعاً. بدي أرجع بس لنقطة شادي إرضاء الناس غاية لا تدرك أنت من الناس اللي بتقول أنا بالطريق محبوب على وسائل التواصل الاجتماعي مكروه
انت ليه مكروه؟ انا مكروه؟ ما بعرف. تنشتم والله في شيء تنشتم شادي. ايه اوكي، وين المشكله في الموضوع؟ ما هذا صح. يعني اليوم الحاله الطبيعيه ايه؟ ان يكون هناك من يحبك ومن يكرهك. يعني برجع بقول لك ليه قد ايه بيستلموا اوقاتا بيهاجموكي رابعه على السوشيال ميديا. طيب يعني كلهم بيحبوكي؟ اوكي بتحكي عن شادي، انا ما بيزعجك تنشتم؟ لا 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 لا, لا, لا ابدا ابدا. انا لما ما حدا بينتقدني معناتها انا مالي مؤثر. يعني لما تقرا شتائم شو بتعمل؟ شو شعورك؟ بشوف النقد اذا كان ايه. نقد. هلا في ناس بتسبك بطريقه يعني الشتيمه منا نقد، كل ما هنالك بتعطيه بلوك، تعمل بلوكات كثير. ايه طبعا، الناس المقززه لمرحله كثير بعمل بلوكات. ملك البلوكات يعني ايه. بهاي لا هيدي هلا احترفت انه نمبر 1 فيها، ما كنت اقبل انه الرقم 1 لا لانه انت في ناس بتبعت لك رسائل مقرفه شيء بتتهدى. بعد اليوم للأسف بعد يعني نحن اليوم عم نحكي عن 12 سنة حرب، بلد اتدمرت، انتعل أبو سلاف تبعه، ولسه بدك تيجي تقول شغلات تافهة وشغلات شو بيقولوا؟ مثل شو؟ أعطيني هيك شيء بينقال طبعا. أنا مش شيء بينقال. أنا لقلك شيء لقلك شيء اليوم كل مرة بقولها الأم بتلم والدولة هي أم. نعم. خلاص يعني نعم. انتهينا. أنت اليوم رابعة ضد نظام الحكم في سوريا، رأي سياسي هيك. نعم. شادي مع نظام الحكم في سوريا. نعم. لك يا حبيبي أنت سوري وأنا سوري، خلاص أنت مو هذا رأيك، حط رأيك على طرف وأنا حطيت تقبل؟ رأيك. تقبل شادي بتقبل الفنانين والإعلاميين واللي هن رأيهم مخالف لرأيك، ونحن بنعرف في أسماء معارضة ولغاية اللحظة معارضة. يعني لانوا هلا على فكره، او بالاحرى هن ما بدي اقول لك وعيوا، رح اقول لك انه وصلوا لمرحله خلاص عم شوفوا قدامه اليوم. انا بس اليوم بس بعضهم على ارائهم، في بعض الفنانين أوكي. على ارائهم مصرين انه لن يعودوا الى سوريا طالما يعني بظل الحكم القائم، بظل الظروف الموجوده. بعضهم بينتقدوا، بعضهم بيطلعوا بيحكوا على وسائل التواصل الاجتماعي. هلا انت عم تحكي على اثنين ثلاثه بس هدول، يعني بقدر اذكر لك مثلا الممثل مكسيم خليل. واضح قلت لك عم تحكي على اثنين ثلاثه بس مو اكثر. جمال سليمان، لا جمال سليمان هلا اراءه اخر شيء يعني شو يعني حسيته هديان الزلمه لينت. لا لك شيء والله العظيم، الموضوع موضوع سوريا يا جماعه، والله مو هلا انا عم بقول ولا ليك يعني. هلا قالوا جورج وسوف توجهه شو وأصالة توجهه شو، سمعوا مع بعض وحبوا بعض و... حلو هالشي؟ ما حلو تشوفي سوريا؟ لا حلو بعض. أكيد حلو أكيد، نحن بنتمنى. أنت كيف تشوف؟ أنا هلأ في أسماء، أنا في أسماء زملاء لألي أنا بفتخر فيهم. مثل يعني أنا في أسماء كتيرة، في معارضين؟ أسماء في أحمد فاخوري صحيح، ولو بالجزيرة الزميل أحمد فاخوري هلأ صار مؤخرا بالجزيرة. هون جينا لقلك شي، زميلك صديقك احمد فخوري لا ما في حكي من وقت ما طلع من سوريا، ما في حكي بيناتنا. نعم. بس هذا الشيء ما بنكر انه انا دا اقول رايي فيه كاعلاميا. تفضل قول رايك. انا عم بقول لك اعلاميا اليوم نحن ممكن تقولي لي اعطيني اسماء اعلاميين في سوريا داخل سوريا مشهورين، او نقول مؤثرين، بلا كلمه مشهورين، مؤثرين في الراي العام. هل استطاع الاعلام السوري اليوم، وهذا السؤال جدا مهم، أن يصنع مؤثرين عالمين. مؤثرين في الرأي العام؟ أكيد لا. بالمقابل أنا بقول لك هلا بالمقابل أحمد فخوري، مصطفى الآغا، زين اليازجي، طيب وكثيرون. طيب هدول أسماء شو؟ هدول أسماء في منهم هن اشتغلوا على حالهم. اسمحي لي يعني أنت اليوم رجعنا لموضوع رابعة، إصرار، شغل، ضغط، عمل، وفي مؤسسات احتضنتهم أوكي. ودول احتضنتهم، عملت ماركتينج لألهم أوكي، هي بنسبة 40. نحن ما في عنا، نحن بسوريا، وهذا بتمنى هاي العنوان، لا نملك مؤسسات لدعم المؤثرين وصناعة المؤثرين في الرأي العام. أنا هلأ أنا تقولي يا شادي مين في عندك أسماء إعلاميات وإعلاميين بسوريا أنا حفظانهم؟ رح يزعلوا منك كتار، عندهم كفاءات. أنا رح قلك لا، أنا بأسماء، أنا عم بحكي كمؤثرين. تفضل. في أسماء كتيرة وأساتذة كبار. أنا بقول لك مثلا بقناة الدنيا عنا أخونا نزار الفرة وهناء الصالح زوجته.
ابن الشاعر الكبير الله يرحمه عمر الفرا. صحيح، وأنا بفتخر في أستاذ نزار وأخو سيف كمان وهناء الصالح. هناء الصالح نزار الفرا في عنا بالتلفزيون السوري اليوم القامات. أنا عم بقلك هدول ناس بينشغل عليهم لدعمهم بتكوين الرأي العام. يعني أنت عندك شخصيات بس بدها بوش ندفع. في عنا بالتلفزيون السوري، بتلفزيون لنا عندك جعفر أحمد بيقدم برنامج. نعم. في عندك كينان محمد إعلامي أنا كتير بحبه بيقدم أخبار عنا وحوارات. عطية عوض، باسل محرز إذاعياً. طبعاً. يعني هدول الأسماء، طبعاً أنا بعتذر من كل شيء أنا هلأ هدول الأسماء هيك عم بذكر. أكيد في أسماء رح يفوتنا. هدول في الناس. في مذيعة أخبار بتلفتك. في رشا الكسار. رشا الكسار. جربت تذكرك كرمال. لا أنا بقلك أسماء مذيعة ست رائدة الوقاف. يعني في أسماء. نعم. هدول أنا بعتبر إنه مظلومين إعلامياً. بدي روح على نقطة تانية، حادثة صارت كمان. أنا بدنا أكد لك على موضوع هيدا مصطفى الآغا المحور. نعم. اليوم أنا أحكي لك بقى الإعلاميين اللي برا سوريا اللي قدروا. مصطفى الآغا صدى الملاعب. بتلاقي أنت خلال فترة زمنية صدى دائما مصطفى عم بيعمل بصدى الملاعب أبديت، وصل لمرحلة عم بجيب الفنانين وبناقشهم بأسئلة وأجوبة وبدخل وبطلع. صحيح. برياضة وكذا وإلى آخره. صحيح. ترند. ليش إلى الآن مصطفى الآغا محافظ على هذا الموضوع مع احترامنا لمن ينتقده؟ اشتغل على نفسه. في أولاد جيله كتير هلأ قاعدين تقاعد. قاعدين تقاعد ما عم بيشتغلوا على حالهم. نضال زغبور الإعلام السوري قعد محلك طبعا وجه له تحية، ما قال هيك عن مصطفى الآغا وما قال هيك عن إعلاميين بلده، ما كان هذا رأيه. بحترم رأيه أنا أستاذ نضال. أنا أحترم العمر. أنا بالنسبة لي أنا لما كنت أطلع مراسل معي الأستاذ أسامة شحادة ما قادر أقول له أسامة، أقول له أستاذ أسامة. أي بس لو بتحترم العمر مدام رائدة. أنا كنت أقول ما أخجل أقول لرائدة رائدة هيك. أنا بالنسبة لي ما فيني أنتقد رأي لحدا. فينا ننتقد باحترام يعني، لأنه أكيد أكيد نجاحك اليوم ومعرفة الناس فيك بالعالم العربي شادي هو مجهود شخصي واضح. الحمد لله بالعالم. هل أنت أخذت حقك من الإعلام السوري؟ 100% مجهود شخصي. 100% إذن مظلوم من الإعلام السوري. 100% ليك لألك شيء. عندما كنا في الحرب يعني. نعم. قلت لك موضوع الماركتينج للشخص تسويق. أنا اليوم كمدير محطة لما بكون عندي عناصر عم بعملها ماركتينج صح وعم تقدم صح وبتشتغل صح، يعني أنا اللي شغلي صح لأنه إدارتي صحيحة. نعم. اليوم أنا لما بدعمها لرابعة بتلفزيون لنا، مو أنه رابعة بدها تجي تصير مدير محل مديرة المحطة أو كذا، لا أكيد لا. نجاح رابعة هو من نجاح المحطة. نعم. شادي بدي روح على حادثة تانية، علما أنه عم تعطيني كتير هيك معنويات، ولكن أنا بدي روح شوي على أمور سلبية شوي لنطلع منك الأحلى. في حادثة هيك تذكر يعني لما ينقال اسم شادي حلو، حادثة للأسف الحذاء. الحذاء الأزرق. الحذاء الأزرق. تخجل منه؟ لا أكيد لا. ولو يعني أنا لهلأ الناس بتشوفني أوقيتاً تمزح معي فيها، حتى اللي بالطرف الآخر بيبعت لهلأ بيقول أنا تعرضت لكتير مواقف بمسيرتي الإعلامية. صحيح. وهذا الموقف بدي أتوجه له بالشكر والتحية لوزيرنا السابق الدكتور عدنان محمود، كان سفيرنا بإيران بعدها هلأ ما بعرف وين الأمانة وين صار. بعد ما صار معي الموقف على الهواء ورجعت، يعني بيجي حدا بضربني بقول لي الإعلام السوري كاذب، هو بعدين ضربك بالحذاء لك هو ولد يعني هو دفش يعني ليه؟ حدا؟ عطوه كم ليرة و... مين عطاك؟ ما بعرف. ما هو الولد يعني خطيته بعد ما انمسك قلت له شو لا بدي أدعي ولا شو ولد ما بطلع عمره 14 سامحته قلت له طب بس ما عرفت مين وراء يعني حدا معدي من الشارع عطيه 2000 ليرة وقال له انه هيك عمل ولد ولد يعني انت اذا بترجع بتشوفي الفيديو بتشوفي ولد طب ليه مين اللي يعني هلا بوقتها كان ضيع الطاسة مثل ما بيقولوا عنا بالمصطلح العامي يعني ما بتعرفي مين مع مين هذا بقول لك شوي اتجاهه هيك شوي اتجاهه هيك يعني ما هو كان معروف ابدا مين من يستهدف بالحذاء بالعادة في نوعين
الجبناء والعظماء. انت من اي انت من اي تصنيف؟ والله ما بعرف شو انا. جورج بوش في الحادث الشهير مع منتظر الزايدي. انا بقول لهم هيك يعني بنقعد نحكي لك يا عمي طيب لكن كان من الجبناء ولا من العظماء؟ اكيد اكيد من الجبناء، اكيد من الجبناء يعني. شهادي حلوه. وفي في زعماء كمان، لا في ناس بتنضرب بالبيض يعني، انت ليش يعني في رئيس فرنسي، في حتى ما بعرف شيء رئيس ايراني سابق مشان ما اكون. نعم. يعني نعم. يعني فهمت علي كيف ايه والرئيس الفرنسي. طب مين انا قدام هدول يعني؟ شهادي حلوه من الجبناء او من العظماء؟ شهادي حلوه من اللي بيقولوا الله يستر. بيقولوا الحيط الحيط، بيقولوا الحيط الحيط ويا رب السترة. انا بقول لك شغلي، انا حدا مسالم، بس لما الموضوع بيوصل عند حقي اكيد ما حدا بيسكت عن حقه. شادي ليه عم بسالك؟ ليه عم بسالك؟ وبعرف ايمت ارد واخذ حقي وبكل هدوء. عم بسالك عن الجبن لروح على مطرح بعد الحرب، بعد الزلزال، صار عندك فوبيا، صار عندك خوف. شايف هالغيوم؟ بخاف منهم. بتخاف؟ شو بذكروك؟ بس بالتيك اوف، بس بالتيك اوف. انا شوف تخيل حالك هلا بالطياره، هلا بالشتاء، بالشتاء انا ما بحب، ما بطلع قليل جدا لاطلع بالطياره بالشتاء. عندي فوبيا صار بالطياره بالتيك اوف، علما انه انا كنت اطلع فقط بمرحله الاقلاع لبين ما اول ما يطفي، لبين ما يطفي الاشاره ويقول لك انه اوكي خلص تيك اوف. قبل أنا كنت أطلع بالحوامات، كل أنواع الطيران السوري الحربي أنا طالع فيه. وما كنت تخاف؟ لا أبدا. بس سبحان الله يعني بعد الزلزال صار عندي فوبيا، خاصة منظر لما شفت يعني كيف بناتي مرعوبين وأنا مالي قادر أعمل شيء، يعني عم بيبكوا وكل ما بعرف ولا يعني ولا. هي أول مرة بتصير معنا. نعم. ايه هلا عندي فوبيا للامانه، بس من هالشغله هيك. هو لانه معروف انه الخوف الاكبر هو وقت الاقلاع، يعني اذا بده يصير في لا سمح الله حادث بالاجمال بيصير وقت الاقلاع. الله يحمي كل الناس. رينا على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الاعلام الحكم على شادي حلوه بالسجن لمده 6 أشهر بتهمه اثاره النعرات الطائفيه في سوريا. انحبست؟ لا ما انحبست اكيد. الدعوة كانت من ما رح أدخل كثير بتفاصيلها، من جهات فاسدة في الإدارة المحلية. رد الاعتبار رح طبعا أي متى؟ هلأ قريبا جدا رح أنا دعوة. فإذا منقول من شو القصة أنه رد الاعتبار، رد اعتبار شادي حلوة والحكم أنا الذي صدر للمحامي بحقه قريبا. لألك شيء، هنا أول شيء بدي أتشكر المحامين، يعني جيش من المحامين أجا قال أنا بدي أتوكل عنك وكذا، هدوا شوي عنا محامي واحد اشتغلوا مشكورين يعطيهم العافية، لأنه النعرات الطائفية بتعمل حرب. أنا هذا الشيء، هذا الشيء طبعا أنا ما بحب كثير أحكي عليه، لأنه هدول قلت لك يعني حتى بالافتراء فاشلين، ما بيعرف بالافتراء فاشلين للأسف. عندما خرجنا بالناس لبعضها، الناس لبعضها بدأ في مدينة حلب وبدأت أنتقل إلى الباقي المدن السورية بعد أول موسمين أو ثلاثة يمكن. الناس قالت لي أخي شو بدك، خلاص أنت خليك بحلب وكذا وإلى آخره، وكيف بدك تروح على الساحل السوري؟ شو بالساحل السوري؟ اليوم رسائل البرنامج هي رسائل كثيرة آخرة إنساني. اليوم نحن في عنا شيطاني على الشعب السوري خارجياً، عم بيشيطنوا الشعب السوري، عم بيشيطن ابن الساحل، وعم بيشيطن ابن الدير، وعم بيشيطن ابن الحسكة. يا جماعة الشعب السوري طيب بالفطرة. أنا عندما خرجت من ريف اللاذقية وجبلة والقرداحة ورجيت بساطة هالعالم، لأنه فعلا هنن هيك، لك ما في أطيب منهم بالبساطة وبالأكابرية وبطيبة القلب ومضيافين لدرجة. أنا في ناس صارت تدقلي من برا أنه شادي يعني معقول انت هيك باللادية؟ شو بان اللادية خيو هيك اللادية؟ يعني اللي بدنا نقوله انه شادي حلوة هو انسان طبعا غير طائفي وينتمي. لا ما اصلا والله ما يعني في كتير ناس تحسبني مسيحي على فكرة، وانا لي الشرف اكيد. انا بقول لهم انه يا اخي انا شادي حلوة، مسلم، كاثوليكي، ارثوذكسي، سني، شيعي، شو بدك. دائما في انسانية. نحن بدأ ليش الدين الاسلامي على شو مبني؟ مش على الانسانية وعلى الأخلاق. المسيحي نفس الشيء، الدرزي، العلوي، أنا عم بحكي كل هالطوائف. فوين صارت إثارة الطائفة؟ ما أنا بفتخر لما بطلع لعند أهلي بالساحل، بفتخر، بطير عقلي، بطير عقلي ببساطتهم وأكابريتهم واحترامهم ومضيافهم. لك بتدخلي على بيت ما بتلاقي
طاولة تقعد عليها وكنباية بتلاقي رأساً طلعت لك أنينة الزيتون، خد هذا زيتون شغل إيدي. شادي حلوة بختام هيدا اللقاء، استعملت كذا مرة كلمة أبديت. شو الأبديت جديد بحياتك بمهنتك؟ الأبديت القادم إن شاء الله بعد رمضان. في بعض المخططات حاطة، لربما قد يكون هناك برنامج جديد. وين؟ لألي مش مالي مقرر بعد على أي قناة. بسوريا ولا عم تفكر؟ لا عينك لا بسوريا. ما عندك بسوريا. ما عينك عبر محطات يعني بالإمارات بالسعودية؟ والله للأمانة في بعض في بعض العروض في بعض بالعراق، لكن يعني هي قيد الدراسة لسه. عندك عروض من مؤسسات عربية؟ نعم، وإلي الشرف وعم بيحكوا معي بكل احترام. و رح نشوفك على محطة عربية؟ لا ليه؟ حاليا لا. ليه؟ قلت لك لسه مالي أخذ القرار. مالي أخذ إذا القرار. بدي أعطي عنوان لقصة شادي حلوة من بداية ما خلق لليوم، شو بتكون؟ شو بيكون هيدا العنوان؟ أنا بقول شو القصة، هو شادي حلوة في سطور اللي 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 حكينا فيه هلأ بكل شيء من البداية حتى اليوم. أنا قلت لك لما هنقشت قلت لما بدنا نحكي بموضوع الحربي وشيء وإلى آخره، بحب أحكي عن الدور الإعلامي، بحب أحكي عن إعلام بلدي، بحب أحكي عن سوريا. حكينا قلت لك حطينا كان نقاط كان شامل بس على المستوى الشخصي. شادي حلوة شو القصة؟ يعني يساوي قصة شو؟ قصة الرصيد. الرصيد إن شاء الله رصيدك بيكبر. رصيد البنك ولا رصيد؟ لا 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 رصيد الشعبي. رصيد البنك كبير؟ تملك بيت ولا أجل؟ أنا بعت بيتي وعملت مطعم على فكرة. يعني أنا عندك مطعم؟ عندي مطعم بحلب؟ ما فينا نقول حلب وما يكون له علاقة بالأكل. طيب من إعلامي لصاحب مطعم؟ معي شركاء كتير للأمانة. نعم. يعني وهن بيعرفوا بالإدارة وكذا، بس الحمد لله رب العالمين يعني ماشي حاله المطعم نوعا ما موفق. فرصيد الشعبي هو اللي بيجيب لك كل شيء، ورصيد الضمير خلينا نكون مبسوطين. وأنا بتمنى كانت أمي الله يرحمها تقول لي شغلي بعت لك مين يحن عليك أكثر مني. فدعوات العالم اللي عم بشوفها بالشارع وبتصور معها وبتدعي لي، هي الرصيد. الله يكتر المحبين، ونحن لو ما منحبك ومنحترمك ما كنت ضيفنا الليلة. أنا بتشرف فيكم. تشرفنا أنك كنت، وأنا تشرفت شخصيا أنك كنت ضيفة بشو القصة. تسلمي لي يا مدام. شكرا. كل أيامك حلوة إن شاء الله. تسلمي. شكرا. مش سهل تطلع بوح وتصريحات من إعلام محنك، لكن جربنا الليلة نعلي سقف الجرأة لنسمع جزء من القصة. هيدا كان شادي حلوة. سلامات.